بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحج احترام مطلق لحقوق الأحياء، فكل ذي حياة حتى الحشرات والنباتات لها حقوقها التي لا يجوز التعدي عليها. الحياة هنا مقدسة، سواء كانت حياة الإنسان إذ من دخله كان آمنا ولا قتال في أيام الحج، أو حياة الحيوان إذ لا يجوز الصيد في الحرم، أو حياة النباتات إذ لا يجوز قلع أشجار الحرم ولا يجوز إيذاء أي ذي روح مع قطع النظر عن كونه شجرا أو بشرا أو بقرا. في الحج إسقاط لحجج المتطرفين الذين يتركون اللباب ويتمسكون بالقشور ويتجاهلون المخبر ويلتمسون المظهر. فربنا تعالى عن شوائب المادة، فهو وحده المتجرد بالمطلق عن كل ما هو مادي. المجرد من المادة هو الله، لكن خلقه من المادة، وإن اختلفت تلك المواد في مخلوقاته. فلا شيء منزه عن المادة إلا الله عز وجل، أما نحن فمخلوقون ماديون. ولهذا فقد جعل الله لنا بيتا ماديا من الأحجار فتننا به وأمرنا بالطواف حوله، وجعل ذلك رمزا لتوحيده، وطالبنا بمخاطبة الحجر الأسود وتقبيله، واعتبره يمينه في أرضه، ودعانا للصلاة عند مقام إبراهيم نبيه، وأمرنا بالسعي حول بين التلتين من الحجر هما الصفا والمروة. فمع أنك في الحج تطوف حول أحجار جلبت من جبل أبي قبيس، إلا أن عملك هذا هو عين التوحيد، وتصلي خلف مقام إبراهيم وهو حجر كان يقف عليه هذا النبي العظيم عند بناء البيت، إلا أنك تعبد الله بذلك. إذن ما معنى ما يقوله بعض الجهلة من أن الصلاة عند قبر أولياء الله شرك، أو أن السجود على تربة جلبتها من كربلاء شرك؟ أنت في الحج تتوسل بموضع قدم إبراهيم وتعتبره وسيلة لكسب رضا الله تعالى، فلماذا تكون الصلاة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو التوسل بقبر رسول الله الذي يضم جسده الشريف، لماذا يكون ذلك شركا؟ أنت في الحج تسعى في البقعة التي مشت فيها هاجر وهي زوجة نبي، فلماذا يكون الصعود على جبل النور شركا وهو مكان تعبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنت في الحج تستشفي بماء زمزم الذي جرى من تحت قدم إسماعيل لأنه رضي بأن يذبح في سبيل الله ولم يذبح، فلماذا إذن يكون الاستشفاء بالتربة التي أريقت عليها دماء الحسين سبط رسول الله والسيد شباب أهل الجنة شركا؟ لقد أمر الله الملائكة بأن يسجدوا لآدم، وكان ذلك عين التوحيد لأن فيها طاعة الله، وكذلك السجود إلى الكعبة المشرفة وهي مجرد أحجار، وكذلك التماس البركة من الحجر الأسود حيث يستحب لمسه وتقبيله. فإذا فعلت ذلك أثابك الله ومن ثم نفعك، وإذا لم تفعل خسرت الثواب، إذن أضر بك الحجر.
فلماذا يعتبره البعض حجرا لا يضر ولا ينفع؟ لقد اعتبر الله الوقوف بعرفات سببا للنزول رحمته وبركاته على عباده، وهو المكان الذي تاب فيه على آدم. فلماذا يكون الوقوف عند ضريح رسول الله خاتم الرسل وسيد الأنبياء الذي أرسله رحمة للعالمين يكون ذلك شركا؟ ومقام النبي محمد أعظم من مقام جميع الأنبياء، وأهل بيته أعظم قدرا من أهل بيت جميع الأنبياء، وهم أبواب رحمته ووسيلة مغفرته، فلماذا يكون التوسل بهم شركا؟ في الحج قيامة الروح، فقد جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ففي الحج تقوم قائمة الروح. أما في أيام السنة فإن القيامة للجسد، أما الروح فهي في خدمة متطلباته. فأعضاؤك بحاجة كل يوم إلى المطعم، إلى المشرب، إلى المسكن، وروحك مكلفة بتأمين كل ذلك لها. وفي كل يوم تتكرر عليك نفس الحاجات وتنشغل الروح بتلك الحاجات، وكل هذا يرتبط بالجسم. أما في الحج فتنعكس الآية تماما، حيث أن جسمك هو الذي يجب أن يركض وراء روحك، إذ ليست في الحج متطلبات الأجسام، فلا مناظر خلابة ولا إمكانية لإراحة الجسد، فأعمال الحج متلاحقة وفيها الكثير من التعب، شاء الحجاج أم أبوا، وحتى الطعام والراحة فهي بالحد الأدنى ليس أكثر، وأحياناً لا تحصل وقتا لكي تأكل أو لكي تنام. هنا لا مجال للتفكير في تعب العضلات، ركض متواصل وأعمال متعاقبة ومواقف متباعدة. وهكذا فإن الروح هنا هي المحور والجسم في خدمتها. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن قيمة الإنسان بروحه لا بجسمه، فإن في الحج قيامة الروح وتدريب لها على قيادة الجسم لا الانقياد له. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: ما من سفر أبلغ في لحم ولا دم ولا جلد ولا شعر من سفر مكة، وما أحد يبلغه حتى تناله المشق. حقا إن الباري عز وجل قد خلق الإنسان لكي يتكامل بروحه، أما جسمه فأراده في خدمة الروح، فمن يعمل العكس ويصب كل اهتمامه على رغبات جسمه وينحني أمام ما تشتهيه جسمه، فإنه يتحول من كائن خلق الله له الشمس والقمر والسيارات الأخرى إلى معمل لتبديل الطيبات إلى خبائث. وقد قال الحديث الشريف: يا ابن آدم ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وسكنت فهدمت، فماذا قدمت؟ هنا في الحج أنت جئت لكي تعرف قيمة الروح وترتقي بها إلى معارج الكرامة عن بقية المخلوقات. فمن يهتم بجسمه وحده يستهلك الحياة، ومن يهتم بروحه يضيف إلى حياته كل الحياة. الحج سلامة وصح، فبالرغم من أنه لا يوجد في العالم كله مثل مكة والمشاعر، مكان تجتمع فيه الأجساد من كل مكان ويفترض فيها انتقال العدوى إلى جميع الحجاج، وأن يتحول الموسم بؤرة لتناقل الأمراض، لكن العكس هو الصحيح. فبالإضافة إلى ما في الحج من حركة، فإن الحج سبب للصحة والسلامة بإذن ربها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حج تصح. ومن هنا فقد قيل لأحدهم ذات يوم: أطلب من ربك ما تريد، فرفع يديه بالدعاء قائلا: اللهم ارزقني حج بيتك الحرام 50 مرة. ثم سكت. فقيل له: ألا تحتاج إلى المزيد؟ ألا تحتاج إلى شيء آخر تطلبه من ربك؟
فقال: لقد طلبت في دعائي هذا كل شيء، فقد طلبت 50 عاما من الصحة والسلام، وطلبت 50 عاما من سعة الرزق، وطلبت 50 عاما من التوفيق، وطلبت 50 عاما من العمل الصالح، وهذا كل شيء، ففي الحج كل شيء. يقول الإمام علي بن الحسين عليه السلام: حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفوا مؤونات عيالكم. في الحج توحيد لأصحاب كلمة التوحيد، ورفض للحدود المصطنعة بين المسلمين، عملا بقوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صحيح أن هنالك 1000 عقبة وعقبة للوصول إلى الحرمين الشريفين، إلا أنها جميعا من صنع أبالسة البشر، ما جعل الله لها من سلطان. وعمليا يتخطى المؤمنون هناك كل الحدود، فالمخيمات متماثلة والبيوت متداخلة، وأنت بالضرورة تجاور أناسا لا تعرفهم، وتعيش مع أناس ليست بينك وبينهم قرابة. وهنا التقدم لمن يبادر ويتقدم بلا محاباة لأحد. فالزنجي الأسود الذي ربما لا قيمة لوثيقة سفره وجنسيته قد يتقدم على من يحمل جواز دولة عظمى. العظمة هنا للإيمان والعمل الصالح، ولمن يبادر إلى ذلك، لا للجوازات والجنسيات، ولا لأصحاب التاج والصولجان. الحج تظاهرة أممية إيمانية كبرى، تكشف ليس فقط عن حجم المسلمين، وإنما عن مدى تمسكهم بشريعة سيد المرسلين. فمن من الأمم عندهم حركة كونية كهذه الحركة في كل عام؟ وأين تجد الملايين يزحفون كل سنة لابسين أكفانهم إلى حيث أمرهم رسول الله، ملبين دعوته، مؤتمرين لأمره؟ ومن يمكنه تجاهل هذا العدد الهائل من البشر الذين تجاوزوا التباين في السيرة بالتوافق في المسيرة؟ الحج تزكية للنفس، وتوبة من الموبقات، وفرار من الذنوب، وحوبة من المعاصي، وبراءة من الظلم. ترى كم من الأدران ترين على قلب ابن آدم في تنافسه اليومي مع الآخرين على حطام الدنيا، وكم تتقلب نفسه في تجاذبات الأحداث، وكم يرتكب من الذنوب والآثام. وأين يجد المرء فرصة أفضل من بيت الله للتوبة إلى الله؟ وأي مكان أفضل من عرفات، حيث تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه لكي يتوب، فيتوب الله على عبده بمنه وفضله وكرمه. إن الحج عبادة ممتدة في الزمن، يتحرك فيها المؤمنون في ساحة تزكية النفس، ويتقلبون في مراتع التوبة والغفران. يقول الحديث الشريف: حق الحج أن تعلم أنه وفادة إلى ربك، وفرار إليه من ذنوبك، وبه قبول توبتك، وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك. ومن تزكية النفس تأتي تزكية العمل، ففي الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا، وقلة الكلام إلا بخير، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير. في الحج تأكيد على العالمية في مقابل العولمة، وتدريب على وحدة البشرية في مقابل التشرذم والطبقية. من عهد آدم جرى تقسيم الناس
إلى سادة وعبيد وأعراق مفضلة وأرومات محقرة وشرفاء وغير شرفاء، بل وصنعوا آلهة خاصة للطبقات العليا، وأصبح لكل قوم إله يعبدونه من دون الله ويتناسب مع حجمهم. أما في الحج فيتدرب الجميع على النظرة العالمية، ليس فقط إلى بعضهم البعض، وإنما إلى البشرية جمعاء. فالناس هناك إخوان لك في دين، وغيرهم شبيه لك في الخلق. الحج تربية النفس على الأخلاق الفاضلة والعادات الحسنة وطيب المخالطة وحسن المعاشرة، ابتداء من حسن الظن بالناس، وانتهاء بحسن العلاقة معهم، ومرورا بكل المفردات الأخلاقية. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما يعبأ من سلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الصحبة لمن صحبه. ويقول أيضا: وطن نفسك على حسن الصحبة لمن صحبت في حسن خلقك، وكف لسانك، واكظم غيظك، وأقل لغوك، وتفرش عفوك، وتسخو نفسك. في الحج تذكير بالعظيمتين، بالجنة والنار، فمن يأتي هنا يعيش بين الخوف والرجاء، ولا بد أن تكون إحدى عينيه على الجنة والأخرى على النار، فهو قادم لابسا كفنه، لعل الله يعتقه من النار ويدخله الجنة. عند الإغراءات يتذكر الجنة وحورها وقصورها ونعيمها وأنهارها وملكها، وعند الصعاب يتذكر جهنم ونارها وعذابها وما فيها من الآلام. ومن وضع الجنة والنار نصب عينيه فإن كل أموره تكون صالحة، فلا يتآكل من الداخل مثلا لأن غيره أكثر مالا أو أعلى منصبا أو أفضل حالا، كما أنه لن يقفز على أول لذة تتراءى أمامه حتى وإن كانت محرمة عليه، ولن ينسى المثل والقيم، ولن يتراجع عن إيمانه وصالحات أعماله بسبب الضغوط والمشاكل والعقبات. الحج بناء على ما سبق بالنسبة إلى كثيرين مفصل تاريخي تتغير فيها أحوالهم وأخلاقهم وأعمالهم. ربما يذهب أحدهم إلى بيت الله وهو من أهل النار، ليعود وقد وجبت له الجنة، فيكون قبل الحج شخصا عاديا، وبعد الحج يصبح ربانيا، عليه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، إذ يعود من الحج أكثر إيمانا وأفضل أخلاقا وأوفر نية وأحسن تقوى. يا ربي يا إلهي.